حفظكم الله. هذا السائل يقول من أحب مشايخكم إليكم وأكثر فائدة مرت عليكم؟ الله كلهم أحبهم وأكن لهم التقدير، قد استفدت منهم كل في فنه، لكن من أكبر من استفدنا منهم الشيخ عبد الرزاق في التفسير، وكذلك الشيخ الشنقيطي في الأصول وفي التفسير أيضا، وكذلك الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي في الفقه، وإن كنا حرمنا منه في آخر السنة وأخذ لقضاء حائل، توفي هناك رحمه الله. نعم.